قائد عمليات لواء الفتح يقوم بترميم جهاز النيران في حي سيف الدولة. بالميداني الشرقي الاستراد تصير الدولة بينه وبين الجيش حوالي 50 ل 100 متر، الشارع بس والمبنى مركزين الرشاشات والطوابق الوسطى، قناصات والعلوية، طوازق الار بي جي بالسفلية. طيب وضع كويس الحمد لله رب العالمين. تمام. هلا في بس عنا خلل بالبناء الثاني، البناء الثاني بتشيل العناصر الموجودين فيه بتنقلهم على البناء رقم 9، نترك بس عنصرين بالبناء رقم 8 ان شاء الله. اي واحد اثنين الاهم من هذا الكلام. هلا شايف انا دويليد نحن جبناه وما استثمرناه، هدول دويليد هلا شو في كياس، شو في ورق، شو في كذا، بده يكون قابل للاشتعال وما يطول اشتعاله اكثر من دقيقه. بحال بدك تخلي اي بناء مباشره شو بنعمل فيه؟ بنشغل البناء ان شاء الله. ذخيرة شلون؟ منيحة. طيب الوضع عندك بالأبنية؟ الوضع تمام ممتاز سيطرين إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يعني اللي بيميزنا عن الجيش الأسدي هو بس الإيمان. لا هذا اللي عم نقاتل فيه نحن، ما لنا عم نقاتل بالطلقة تبعنا ولا عم نقاتل البارودي ولا عم نقاتل، بس الفرق بيننا وبينه إنه نحن مؤمنين بالله وبنصر رب العالمين. واللي مؤمن في الجيش الاسدي انه هو بقيان كرمال الاسد والاسد ثاني رايح زائد باذن الله خير ان شاء الله. ان شاء الله ما في شيء، يعني انا ماني شايف انه في تبديل بين قبل وبين هلا، الموقف مثل ما هو بس الثبات والعمل بحكمه بدون تهور. العدد اللي نحن مغطين فيه هذا الجبهه بتوقع انه هو عدد كافي وكافي جدا، يعني يعني هلا بمناطق ثانيه انا بدي ابعث لهم مجموعات جديده مشان بدلهم، هون ما في داعي للتبديل. ان شاء الله. ممنونك كثير. تكبير. تكبير. الله اكبر. تكبير. الله اكبر. تكبير. الله اكبر. حي سيف الدوله.